بالنسبة اليوم العالمي للغة العربية يعني مصطلح جديد كنجو العامية تاع الشعب هنايا مصطلح جديد هذا 18 ديسمبر مصطلح جديد ما كاش قال لي كان يعرفها بلي هو اليوم العالمي للغة العربية. القسم راني قلت لك القسم نعاود نكررها يعني في القسم ما عدا أستاذ اللغة العربية اللي يدرس لغة عربية هو اللي تلقاه مثلا يتكلم لغة عربية بقية الأساتذة يتلموا درجة باش يوصل المعلوم. أنا قريت الطب والطب قرينا كلهم فرنسي ما كانش بالعربية العربية ولا فهمت دونك جينا من اون فرونسي باش نهضر لك العربية ما نجمش فهمت أنا نهضر غير بالدرجة بركت اللغة العربية ساعة ساعة كلمات نعرفهم من هذا ما كان. بهذه المناسبة للذكرى أو يوم العالمي للغة العربية نحن نفتخر في شموخ وكبرياء أننا ننتمي إلى الأمة العربية وننتمي إلى الإسلام وننتمي إلى المسلمين. هذه اللغة العربية في الحقيقة لغة حية الكل يعتقد أن اللغة الحية اللغة الإنجليزية الفرنسية وناهيك عن كل اللغات ولكن في الحقيقة لما نشخص من بحث دقيق إلى بحث أدق أن لغات ميتة جدا وجدا وجدا لأن هذه اللغة العربية أولا لغة الجنة يوم المزدحم 124 ألف نبي كما جاء في الأثار والأخبار وكما جاء من أصحاب السير والتفسير كلهم يوم الجنة يتكلمون باللغة العربية. أما هذه اللغة الأجنبية تسمى باللغة الحية فهي مريضة سقيمة عرجاء عوجاء فهذه اللغة العربية تبقى دائما نبراس وتبقى دائما لغة العلوم أين حلت وارتحلت عبر العصور والبحور. والله صراحة وفصاحة لما نتكلم اللغة العربية لأن هذه اللغة سبحان الله لما أتكلم كأنني فوق الخشبة كأنني أغني أو أقدم قصيدة أو أغنية شائعة ومعروفة لها الغنى لما أتكلم لها الغنى يعني لغة تهدد الأرواح لغة نبراس لغة قوية جدا يعني تدخل الوجدان بدون استئذان فالحمد لله كما قلت آنفا وسالفا الله حببنا لهذه اللغة وجعلنا ننتمي إلى لغة العربية ولغة الإسلام ولغة المسلمين ما يفوق مليار ونصف مسلم. والله في الحقيقة لما أتعامل لما يعني أصور أجول أوظف كلمات لغة عربية وكل يعتقد أنني من الشام أو من سوريا أو من مصر ولا يفرقون بين اللهجات وبين اللغة العربية الأكاديمية ولغة القرآن الكريم ولغة السنة الشريفة لغة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت أوظف هذه اللغة مع عائلتي في بيتي حتى مع الناس أتكلم لغة لأنها اللغة طيبة جميلة مهذبة التي دائما كما قلت تدخل الوجدان بدون استئذان.